استقبل صاحب المعالي المشير ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوات دفاع البحرين في فندقة ريتس كارلتون مساء اليوم مع الفريق بحري باراسوراما نايدو نائب رئيس أركان البحرية الهندي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في فعاليات المنتدى 11 لمؤتمر حوار المنامة 2015 للأمن الإقليمي. وخلال الاجتماع رحب صاحب المعالي القائد العام لقوات دفاع البحرين بنائب رئيس أركان البحرية الهندي، كما أشاد معاليه بعمق العلاقات القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين والتي تشهد على الدوام تطورا وتقدما في مختلف المجالات، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.